استقبل الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية صباح اليوم ممثلي المجالس التشريعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجامعات العربية، بجانب ممثلين عن مختلف الجهات المعنية بمكافحة الإرهاب من داخل وخارج مملكة البحرين واللجنة الدائمة لحقوق الإنسان بجامعة الدول العربية. وفي مستهل اللقاء رحب معالي الوزير بالحضور الكريم معربا عن اعتزاز البحرين باستضافة ورشة العمل الإقليمية لممثلي السلطة التشريعية في دول مجلس التعاون والجامعات العربية والمتعلقة بدور السلطات التشريعية في مكافحة الإرهاب. وأكد الوزير أن البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وفي إطار نهج جلالته القائم على إرساء دعائم الاعتدال والتسامح والعدالة للجميع، ماضية في تعزيز جهودها لمكافحة الإرهاب، وتمكنت ولله الحمد من إفشال العديد من العمليات الإرهابية، كما تعمل في الوقت ذاته على دعم ومؤازرة الجهود الإقليمية والعربية في مكافحة هذا الخطر بكل الوسائل المشروعة وتجفيف منابعه ودوافعه الفكرية الطائفية المتطرفة. وشدد معالي الوزير على أن وحدة الموقف أصبحت ضرورة حتمية في التعامل مع مختلف القضايا الاستراتيجية من أجل الحفاظ على أمننا واستقرارنا وترسيخ دورنا الفاعل في المحيط الإقليمي والدولي، منوها إلى ما تشهده الساحة العربية من أشكال مختلفة من التحديات الأمنية والنزاعات واتساع بؤر التوتر وتنامي التهديدات. من جهتهم أكد ممثلو المجالس التشريعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجامعة العربية على الموقف الثابت بنبذ الإرهاب والتطرف وضرورة تكثيف الجهود الإقليمية والعربية لمحاربة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله، مشيدين بجهود الأجهزة الأمنية في البحرين في هذا المجال والتعاون الوثيق القائم بين مختلف الأجهزة الأمنية بدول مجلس التعاون والجامعة العربية لتعزيز الأمن والاستقرار. وحول ورشة العمل الإقليمية حول دور السلطات التشريعية في مكافحة الإرهاب، يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف سعادة السيد سالم الشحي عضو المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. بداية مساء الخير سعادة العضو، لو تحدثنا عن أهمية التي تمثلها هذه الورشة في مكافحة الإرهاب. شكرا لك. أولا أنا النائب سعادة اللواء المهندس ناصر بن غازي العتيبي ولست سالم الشحي. نعم، نعتذر عن هذا الخطأ وسيتم تصحيحه فورا. شكرا لك. الواقع هذا يعني ملتقى رائع جدا اجتمعت فيه معظم الدول العربية، وأنا أشكر حكومة مملكة البحرين على هذه الاستضافة الرائعة، وكان الجهود كله ينصب في دور التشريع ودوره في مكافحة الإرهاب. نعم. ما في شك كل دولة من الدول التشريع هو أحد مظاهر عناصر القوة وعناصر التكامل في الدولة، وهو الركيزة الأساسية لتنظيم المجتمع وضبط سلوك المجتمعات من أفراد ومؤسسات. نعم. كذلك تم تطرق أنه كيفية تسليط ورفع كفاءة هذا التشريع لخدمة محاربة الإرهاب والتطرف. في الواقع الإرهاب عموما لم يكن هناك في دول العالم اتحاد لمفهوم الإرهاب، ولكن دول مجلس التعاون الخليجي لديها صيغة معينة في تعريف الإرهاب، وهو كل فعل له ردة مؤثرة في الاستقرار العالمي وعدم التأثير في مؤسسات المجتمع، فهذا يهدد الأمن والسلم والاستقرار، هذا يعتبر إرهاب. لذلك كذلك تم تطرق الدول معظمها عن نوعية الإرهاب الذي مسلط في هذه الظاهرة، إرهاب جماعي وإرهاب فردي وإرهاب مجموعاتي، وهذا ودول إقليمية تدعم الإرهاب. تم مناقشة هذه المواضيع ونتائج المؤثرات الجانبية لهذه الإرهاب وأنواعه. ثم تم التطرق الى الارهاب النفسي والارهاب الالكتروني والارهاب الفكري وكيفيه دراسه اسباب هذه الظاهره. هناك في الواقع يعني تشريعات وضعت من الدول، وهذه التشريعات بدات كل دوله
تتكلم عن تجاربها فيما يتعلق بالتشريعات. نتحدث عن التشريع فيما يتعلق بالمملكة العربية السعودية، وهي سنت نظام حوالي 40 مادة قانونية. هذه المواد تحافظ على السلم، تحافظ على أمن الوطن، الوحدة الوطنية، وجميع ما يتعلق في هذه البنود هو يطبق على كل ما يخرج عن هذه البنود فيما يتعلق بزعزعة الأمن والإرهاب. بجانب هذا تحدثت الدول عن التدابير الأمنية التي يجب أن تتصف بها الدول وأن تقوم بها الدول. هناك أهداف للإرهاب، وهو الضغط الدولي على بعض الدول لتأثيرها أو ترويج المخدرات أو قدح في المذاهب أو التأثير النفسي، إيجاد منابر خارجية، وما يستخدم ترانس ناشونال كرايمز، التأثير تصدير المعلومات والغزو عن بعد، كان محور رئيسي جدا. وكان هناك نقاش وما هي التدابير التي كل دولة صبت معيار التدابير التي قامت بها لكي تكون كلها في بودقة واحدة، ثم نستخلص من ذلك توصيات. كان هناك توصيات تمخضت عن هذا الملتقى، كان لها أثر قوي جدا، وهذه التوصيات تصب كلها في صالح الجامعة العربية وصالح الدول العربية، وأنه اليوم هو يوم الوقوف والحزم في وجه الإرهاب. نعم. المملكة العربية السعودية شرعت في إيجاد منصة أمنية إلكترونية فيما يتعلق بالإرهاب الإلكتروني، المركز الوطني الإلكتروني لمحاربة الغزو الفكري الإرهابي الإلكتروني، وهذا يعني كانت منصة إلكترونية أمنية. وهذه من أحد التجارب التي تسعى الدول الأخرى أن تطمح أن تستخدمها، كذلك المناصحة في المملكة العربية السعودية، وكذلك القانون في بعض الدول الأخرى، لأن هناك نظام هناك قانون وفي اختلافات في هالجانب. يعني كانت خلاصة هذه الملتقى هو خروج بتوصيات أن يكون هناك اتصال بين الدول العربية كافة في تبادل المعلومات، أن يكون هناك مركز رئيسي، أن يكون هناك دراسات أسباب الإرهاب الجماعي والنفسي وأسبابه وأدلته، لكي تكون دراسات مستقيمة لضمان حياة شعوبنا في أمن واستقرار. بالتأكيد نشكر لكم جهودكم المقدرة في هذا الجانب ومداخلتكم القيمة.